بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. يقصد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الذين يعبدون الأولياء الصالحين فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويقولون قصدنا بهذا أنهم يشفعون لنا عند الله عز وجل، فهم وسائط بيننا وبين الله. وهذا في الواقع كما قال المشركون من قبل، قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا إنهم شركاء لله، ولا قالوا إن هذا شرك، وإنما يسمون هذا من باب الشفاعة لهم عند الله، يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله. نفس المقالة. وكذلك إذا كانوا لا يقربون لهم شيء من العبادات، ولكن يدعون الله بهم بأن يشفعوا لهم بدون أن يتقربوا إليهم بشيء من العبادات، بل هم مجرد واسطة. وهذا أخف من النوع الأول. التوسل الأول يسمى شرك، شرك أكبر، وهذا التوسل يسمى شرك أصغر وبدعة، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. فهم قاسوا الله جل وعلا، قاسوه على المخلوقين الذين لا يقضون حوائج الناس إلا بوسائط، والوسائط تؤثر على الملوك والأمراء في قضاء حوائج الرعية، هذا شيء معروف. فهم قاسوا الله عز وجل على خلقه. الشيخ رحمه الله يرد عليهم من عدة وجوه تسمعونها. نعم. وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة. نعم. منها أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه. الوجه الأول أن الأمراء والملوك بحاجة إلى هؤلاء الذين توسطون عندهم ويشفعون للناس، لأنه لو لم يوسطهم لا أخلوا بالملك ونازعوه، فهو يستجلب مودتهم، لأنه بحاجة إليهم، أنه بحاجة إليهم. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أحد توسط عنده أو يشفع عنده، بل هو يقضي حوائج الناس ابتداء بدون أن أحد
يتوسط عنده كما يتوسط عند الملوك، ويقبلون الوساطة لحاجتهم إلى الشفعاء وإلى الوزراء وإلى نعم. هذا واحد، أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. نعم، الملوك بحاجة إلى غيرهم، يخدمونهم ويساعدونهم على أعمالهم، لأنهم بحاجة إلى المساعدين وإلى الوزراء وإلى، أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى أحد، غني عن خلقه جل وعلا. نعم، هذا واحد. ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان، بخلاف القدرية، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. نعم، الفرق الثاني أن الله جل وعلا هو الذي يعطي هؤلاء، يعطيهم الجاه ويعطيهم المال ويوفقهم للعبادة والصلاح، هو الذي يوفقهم، خلاف الملوك فإنهم ليسوا لا يقدرون على أن يعطوا أحدا شيئا أو أن يصلحوا قلبه، لا يقدرون على ذلك إلا بإقدار الله لهم سبحانه، بإقدار الله لهم. فما مع الملوك ليس هو من عملهم ومن بدون توفيق الله جل وعلا، هو الذي وفقهم لهذا وأعانهم عليه. نعم، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان، بخلاف القدرية. خلاف القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله إرادة ولا تقدير في عمله، المستقل، العبد مستقل وليس هناك قضاء وقدر، هذا معروف من مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم. أما أهل السنة فمذهبهم أن الله جل وعلا هو الذي أقدر العباد وأعطاهم، ولا يكون شيء في ملكه إلا ما يريد ويقدر سبحانه وتعالى. نعم، بخلاف القدرية، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. ومنها، نعم، المخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره لا بفعله هو، بالإعانة، من يعينه من الناس. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى فعل غيره، بل هو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء. نعم، ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلاً عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلاً عليه. من الفروق بين الخالق والمخلوق أن الله سبحانه وتعالى
في أوامره ونواهيه، إنما أراد بها مصلحة العباد، فهو أمرهم ونهاهم لمصلحتهم، بحيث إذا أطاعوا أمره أكرمهم، وإذا عصوا أمره عذبهم. هذا لمصالحهم، فهو أمرهم ليدفع عنهم العذاب، أمرهم ونهاهم ليدفع عنهم العذاب وليجلب لهم الخير، لحاجتهم هم إلى هذا. أما الملوك فإنهم يأمرون الوزراء ورجالهم، يأمرونهم بما فيه مصلحتهم، لا مصلحة المأمورين، مصلحة الآمر لا مصلحة المأمور، فهم يستخدمونهم، يستخدمونهم وينتفعون بخدمتهم. فهذا فرق بين الخالق والمخلوق، فالخالق إنما يأمر العباد لمصلحتهم وينهاهم لمصلحتهم، لا أنه محتاج إلى ذلك. قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله غني حميد، ما ينقص شيء. تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله غني حميد، ولو أنهم أطاعوه كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيء، وإنما نفع ذلك أو ضرره عائد إليهم. فمن رحمته سبحانه أنه يأمرهم بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم، فأوامره ونواهيه رحمة منه جل وعلا بعباده، لا أنه يستفيد من وراء ذلك، فإنه غني بدون ذلك. هذا فرق بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق يصدر أوامره إلى أعوانه لأنه بحاجة إلى أن يعينوه، والله جل وعلا يصدر أوامره إلى عباده لأنهم هم الذين يحتاجون ذلك. نعم. بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه. نعم، يأمر من يأمر لأنه محتاج إلى فعله وإلى خدمته، فهو يأمره بما فيه مصلحته هو، بما فيه مصلحته هو، وينهاه عن ما ينهاه عنه بخلا عليه، بخلا عليه، ينهاه عن أخذ المال وينهاه عن كذا وينهاه، بخل من باب البخل. أما الله ينهى من باب الرحمة بعبده أن يفعل ما يضره. نعم. وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. هناك من ينفي حكمة الله في أفعاله وأوامره ونواهيه ويقولون إنه يأمر وينهى لمجرد أنه رب يفعل ما يشاء، لا أن في أفعاله حكمة، ينفون الحكمة عن الله، يقولون لأن الحكمة تكون مؤثرة، والله جل وعلا لا يتأثر بشيء، فهم ينفون حكمة الله التي أثبتها لنفسه وهو الحكيم الخبير الحكيم العليم، إن ربك حكيم عليم. وعلى هذا الأشاعرة ويقولون جائز على الله أن يعذب المؤمن وينعم الكافر، فليست الطاعة سبباً ولا حكمة للنعيم، وليس الكهر والشرك والمعاصي
سببا للتعذيب، إنما هذا راجع إلى السلطة الإلهية فقط. هذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل، فإن الله وصف نفسه بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فلا يليق به أن يضع العذاب في من لا يستحق ومن أفنى عمره في الطاعة، ولا يليق بحكمته أن ينعم من أمضى عمره بالكفر والشرك. قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا يخالف عدل الله جل وعلا وحكمته. قال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا تأباه حكمة الله جل وعلا، فهم لم ينزه الله عن هذا. نعم. ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. نعم. ومن الفروق بين الخالق والمخلوق أن صلاح الصالحين وطاعة المطيعين إنما هي بفضل الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هداهم ووفقهم ودلهم على الخير حتى عملوه ونالوا من الله الأجر والثواب. وأما من أعرض عن أوامره ونواهيه وتبع هواه فهو الذي جنى على نفسه وسبب لها الهلاك، سبب لها العذاب. فالله جل وعلا جعل الثواب والعقاب منوطين بأعمال العباد، منوطين بأعمال العباد، فأعمال العباد أسباب لنيل الكرامة أو نيل العذاب، والمخلوق لا يقدر على شيء من ذلك، لا يقدر أنه يوفق أحدا للخير أو أنه يشقي أحدا، ما يقدر على هذا، ضعيف، إنسان ضعيف ما يقدر على ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها. أما المخلوق فإنه لا يعلم. نعم، المخلوق يدعو إلى الخير ويبين للناس وينهى عن الشر، لكن لا يقدر أن يوفق للخير وأن يمنع من الشر، لا يقدر على، إنما هو مجرد داعية إلى الخير، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمته أيضا. ومن الفروق أن العبادة
والصلاح والتقوى التي استحق بها الأولياء والصالحون كرامة الله، إنما ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فله جميع النعم، له جميع النعم، هو المنعم بجميع النعم، ومن ذلك العمل الصالح والعبادة، فإنها بتوفيق الله جل وعلا، هو الذي أنعم بها على العبد، هو الذي أنعم بها على العبد ووفقه لها وأعانه عليها. نعم. ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. نعم، هذا متفرع عن الوجه الذي قبله. إذا كان العمل الصالح والعبادة والصلاح هو من الله جل وعلا، هو الذي وفق له العبد وهداه إليه وأعانه عليه، فإن عمل العبد من نعم الله عز وجل، من نعم الله. فعمل العبد لو وزن بالنعم ما قابل أقل نعمة من نعم الله عليه، ولكن الله يدخله الجنة برحمته لا بعمله، إنما العمل سبب لدخول الجنة، سبب فقط، سبب لدخول الجنة، وليس الجنة ثمن للعمل مثل ما يعمل الأجير عند المؤجر، فإنما العمل سبب كما سبق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والله جل وعلا قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو أنه حاسبهم على نعمه فإن أعمالهم لا تبلغ أقل نعمة من نعمه عليهم، فيستحقون عذابه لأنهم لم يشكروه حق الشكر ولم يعبدوه حق العبادة، لأن عملهم قليل جدا بالنسبة لنعم الله. فالله جل وعلا لو حاسبهم على نعمه وعلى أعمالهم ما قابلت أعمالهم شيئا من نعمه إلا القليل، وحينئذ يستحقون العذاب على تقصيرهم وعدم قيامهم بحق الله جل وعلا على الوجه الكامل. ولهذا قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يناقض قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال: بعت هذا بهذا، وما أثبت بباء السبب. نعم، الله جل وعلا قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله،
فهل بين الآية والحديث تناقض؟ لا، الباء مختلفة، الباء تأتي بمعاني، جاءت في الآية بمعنى وجاءت في الحديث بمعنى آخر، فالباء قد تكون باء العوض وقد تكون سببية، تكون سببية. فالباء المنفية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله هي باء العوض، والباء المثبتة بما كنتم تعملون هي باء السبب، فالسبب فالعمل سبب لدخول الجنة وليس هو مقتضيا لدخول الجنة، وإنما هو سبب، السبب قد يترتب عليه النتيجة وقد لا تترتب عليه، مجرد السبب. فما في تناقض بين الآية والحديث، وهذا جواب مفيد جدا في بيان المراد بالباء في موضع الإثبات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وفي موضع النفي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. نعم. فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال بعت هذا بهذا، فليس العمل ثمنا للجنة، ليس ثمنا للجنة، وإنما هو سبب لدخول الجنة فقط. نعم. وما أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء، ولهذا هو سبب للجزاء لكنه ليس ثمنا للجزاء. نعم. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال. نعم، من ظن أن عمله يدخله الجنة وأنه ليس بحاجة إلى رحمة الله ومغفرته فإنه ظالم، ظالم في حق الله جل وعلا، حيث أوجب على الله أن يدخله الجنة بعمله، ولو قوبل عمله بالنعم التي أنعمها الله عليه ما كافى أقل قليل من النعم. نعم. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه، ولا أحد من ظن، ولا ما أحد يقوم بما أوجب الله عليه على وجه الكمال، لا بد من نقص، لا بد من تقصير. نعم. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وروي بمغفرته. الله جل وعلا هو الذي تفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي تفضل عليه فأرسله وجعله من أفضل الرسل ووفقه للعمل بطاعة الله. الله هو ولهذا قال الله جل وعلا: وكان فضل الله عليك عظيما، خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ألم يجدك ضالا فهدى، وألم يجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فآوى. هذه نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ نعم. ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه
لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. الحديث. نعم، هذا الحديث واضح لأن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه بما فيهم الملائكة والرسل والأولياء والصالحين لو عذبهم لم يكن ظالما لهم، يعني لو أنه أوقع عليهم العدل، أوقع عليهم عدله وحاسبهم على نعمه لعذبهم وهو غير ظالم له، لأن عندهم تقصيرا، لأن عندهم أخطاء، لأنهم لا يقدرون على شكر نعم الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنت لا تحصيها عدا فكيف تحصيها شكرا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصيها بالعد فكيف تحصيها بالشكر؟ فقارن بين عملك وبين نعم الله عليك، بل إن العمل نفسه، العمل نفسه نعمة من الله عليك، فكان دخولهم الجنة إنما هو تكرم منه وتفضل منه سبحانه وتعالى. فلو عذبهم على نعمه وأجرى عليهم عدله لم يستحقوا عليه شيئا، وأعمالهم راحت في مقابل أقل نعمة من نعم، وتبقى أن بقية النعم ليس عليها مقابل، وهذا عدل منه سبحانه، لو عذبهم فهذا من عدله سبحانه، لكن الله جل وعلا تفضل عليهم، فدخولهم الجنة بفضله سبحانه وتعالى لا بعدله، لو أجرى العدل عليهم ما دخلوا الجنة لأنهم لا يستحقون دخولها بما عندهم من الظلم والمعاصي والتقصير والسيئات وعدم شكر النعم. لو أن الإنسان أفنى حياته كلها في عبادة الله ما قابلت أقل نعمة من نعم الله عليه، الإنسان ينظر في هذا. نعم. ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله هذا سبق لنا، هل للعباد حق على الله؟ نعم، للعباد حق على الله، قال صلى الله عليه وسلم حق العباد ألا يعذب من، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لكنه ليس حقا واجبا عليه أوجبه عملهم، وإنما هو حق تفضل الله به عليهم، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، فهذا تفضل منه سبحانه وتعالى، فلهم حق أوجبه على نفسه ولم توجبه عليه أعمالهم، فأما من قال إن للعباد على الله حق واجب أوجبه غير الله أوجبته أعمالهم فهذا خاطئ، هذا خاطئ، هذا باطل، الله لا يجب عليه حق لأحد من باب الفرض والإيجاب، وإنما الله هو الذي أوجب ذلك على نفسه وتفضل به على عباده. نعم. ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، من قال للعباد على الله حق هذا فيه تفصيل، يكون صحيحا ويكون باطلا، يكون صحيحا إذا أراد أن الله أوجب هذا على نفسه تكرما منه سبحانه ووعد به وهو لا يخلف وعده سبحانه، ويكون باطلا إذا ألزم الله به، إذا ألزم الله به كما تقوله المعتزلة أن العقل يوجب على الله حق، يوجب على الله حقا لعباده، هذا باطل،
نعم، وهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. نعم. فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب. نعم. وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه. رجع إلى أصل المسألة، رجع إلى أصل المسألة، وهو التوسل للمخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا توسل إلى الله بالصالحين من باب أنه جعلهم وسائط بينهم وبين الله، جعلهم وسائط بينهم وبين الله لأنهم صالحون، وقال اللهم اغفر لي بحق فلان، اللهم أكرمني وعافني بحق فلان عبدك الصالح، فأنت تسأل الله بشيء لم تعمله أنت، إنما سألته بعمل غيرك، وعمل غيرك لا ينفعك، وصلاح فلان له وتقواه له، فأنت سألت الله بسبب لا يكون سببا، لا يكون سببا. لكن لو سألت الله بعملك الصالح وبإيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا صحيح، أن تتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي عملته أنت لا العمل الصالح الذي عمله فلان، فإنه ليس لك به علاقة ولا تسبب ولا أي وجه من الوجوه بحق فلان أو بجاه فلان العبد الصالح أو النبي أو هذا، ما أنت ما بذلت فيه سبب، هذا هو الذي عمله وهو عمله هو، فأنت تسأل الله بشيء لم تعمله أجنبي عنك. نعم. وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. نعم، مما يسأل الله تعالى ويتوسل إليه العمل الصالح الذي عمله الإنسان السائل، ولا وليس المراد عمل غيره وصلاح غيره، هذا عرفنا. ثانيا، إذا سأل الله بأسمائه وصفاته، أن قال يا أرحم الراحمين ارحمني، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور يا رحيم اغفر لي، وهكذا يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، الله أمر بذلك، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعو الله بأسمائه وصفاته وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وتأتي بالاسم والصفة المناسبة لحاجتك، إن كنت مريض تقول اشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، إن كنت خائفا من ذنوبك تقول اللهم ارحمني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني، فتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته التي تتناسب مع حاجتك. نعم، وهكذا. فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت في الصحيحين لا حق للمخلوق على الخالق، هكذا نفي مطلق، لا الكلام هذا غير صحيح،
العباد لهم حق على الخالق أوجبه على نفسه هو سبحانه وتعالى، ووعدهم به، وعدهم به، وهو لا يخلف وعده. أما حق هم أوجبوه على الله هذا باطل. نعم. فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إراده، وهو حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا وعد منه سبحانه وتعالى، وعد منه أوجبه على نفسه تكرما منه وفضلا، كما قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها على نفسه، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نعم. فمن هذا الوجه للعباد حق على الله أوجبه سبحانه على نفسه ووعدهم به وهو لا يخلف وعده. نعم. وقال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكتب معناها أوجب. نعم. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا علينا، هذا معناه أن الله أحقه على نفسه، أحقه على نفسه، لا أن أحدا أحقه عليه، بل هو الذي تفضل به سبحانه وتعالى. نعم. فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين، أحدهما في حق العباد على الله، والثاني في سؤاله بذلك الحق. أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال: نعم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. نعم. وقال: وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، وعد الله لا يخلف الله وعده، فدل على أنه جل وعلا إذا وعد فإنه لا يخلف وعده، بل إنه الله جل وعلا قال: ومن أوفى بعهده من الله، فهو لا يخلف وعده. أما الوعيد فقد يخلفه سبحانه وتعالى، قد يخلف الوعيد ويتوب على الإنسان ويرحمه، وأما الوعد فالله لا يخلفه أبدا. نعم. وقال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لا، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، الله وعد رسله بالنصر والتأييد على الكفرة والمشركين، فلا يخلف الله هذا الوعد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لا يخلف الله هذا الوعد. نعم. فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين. فإن قلت: لماذا الآن حل بالمسلمين ما حل بهم من تسلط الأعداء وتفوق الأعداء عليهم؟ نقول: هذا بسبب منهم هم، بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ولو يؤاخذهم الله بذنوبهم لما بقي على وجه الأرض أحد، فهذا بسبب ذنوبهم، وإلا فالله لا يخلف وعده. لو أنهم وفوا مع الله
فالله جل وعلا ينجز وعده لهم، فهذا بسبب تقصير الناس وأسباب من الناس. نعم. فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم. كما تقدم أن من العلماء من الناس من قال أن العقل يوجب على الله، وهو قول المعتزلة، ومن يوجب على الله جل وعلا، وهذا قول باطل. القول الثاني أنه لا حق للعباد على الله مطلقا، وهذا أيضا قول باطل. الثالث التفصيل، للعباد حق على الله أوجبه هو على نفسه وكتبه على نفسه تفضلا منه، وليس لهم حق عليه أوجبوه هم أو فرضوه هم على الله جل وعلا، لابد من هذا التفصيل. نعم. وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم. قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده، هذا قول المعتزلة. نعم. وقيل هو أوجب على نفسه، هذا الصحيح، هذا الصحيح، وهذا سبق بيانه لكن أعاده الشيخ للمناسبة. أعد الكلام. وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم. قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده. الله جل وعلا لا أحد يحرم عليه، هو الذي حرم على نفسه الظلم، والذي حرم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فلا أحد يحرم على الله جل وعلا. نعم. وقيل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر كما تقدم. نعم، هو الذي حرم على نفسه فيجب عليه ما أوجبه على نفسه من التحليل والتحريم، من التحريم ومن جزاء الصالحين ألا يعذبهم، هذا هو الذي أوجبه على نفسه. نعم. والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن الله جل وعلا منزه عن الظلم، منزه عن الظلم، لأنه الحكم العدل الذي لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالظلم إنما هو من العباد، وهو ثلاثة أنواع. الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، في غير موضعه، وهو ثلاثة أنواع. أعظمها ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. والثاني ظلم العبد لنفسه بالذنوب والسيئات والمعاصي، فهو يظلم نفسه حيث وضعها في غير موضعها. الواجب أن يراعيها وأن يكرمها بالطاعة ويطهرها من الذنوب والمعاصي. قد أفلح من زكى ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها، فهو ظلمها حيث عرضها للعذاب. والثالث ظلم بين العبد وبين الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أما الظلم الأول فهو لا يغفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الثالث فلا يغفر إلا إذا سمح العباد، مظالم العباد لا بد من القصاص إلا إذا سمحوا، إذا سمحوا بها. وأما الثاني وهو ظلم العبد لنفسه فهذا الله يغفره،
ولا يعبأ به سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله. فالله يقولون الظلم ممتنع على الله لأنه مستحيل، مستحيل في حق الله أن يظلم أحدا، يستحيل عليه الظلم، يستحيل عليه الظلم، وهذا قول باطل. فالظلم في حقه ممكن، لكن الله نزه نفسه عنه، نزه نفسه عنه، لأنه مستحيل. لو كان مستحيل ما احتاج إلى أنه ينزه نفسه منه، صار مستحيل خلاص، فهو ممكن، ولكن الله نزه نفسه عنه جل وعلا لأنه نقص، لأنه من النقائص، والله جل وعلا منزه عن النقائص. نعم. لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع، يعني المستحيل. نعم. وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير، وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع منه. ممتنع يعني مستحيل. لو كان مستحيلا في حق الله لما نزه نفسه عنه. نعم. وقيل بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه. وقيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، والهضم أن يهضم من حسناته. نعم. فلا يخاف ظلما ولا هضما، وش الفرق بينهما؟ الظلم أن يعذب بشيء لم يعمله، أو يؤخذ من سيئات غيره ويعذب بها، يعذب على عمل غيره، هذا ظلم. وأما الهضم فمعناه النقص من حسناته، الله لا ينقص الحسنات وإنما يضاعفها أضعافا كثيرة فضلا منه سبحانه وتعالى. فلا أحد يخاف أنه يحمل تبعة غيره، ولا يخاف أنه ينقص من حسناته، وإنما يجازى بعمله خيرا أو شرا، يجازى بعمله هو خيرا أو شرا. نعم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله لا يظلم، هذا هو الهضم، فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. لا يظلم مثقال ذرة، إيش الذرة؟ قيل هي النملة الصغيرة، وقيل الهباء التي تطير في الهواء. الله لا يظلم مثقال ذرة، منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. وإن تك حسنة، توجد يعني حسنة يضاعفها جل وعلا، ضعفها إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة فضلا منه سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، كيف ظلموا؟ هم الذين تسببوا في عذابها ودخولها النار وجنوا عليها، هم الذين، ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. نعم. أما المقام الثاني فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك. فيقال: إن كان الحق الذي سأل به سبباً لإجابة السؤال حسن السؤال به، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه. وأما إذا قال السائل:
بحق فلان وفلان، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل. نعم، كما سبق أنك لا تسأل الله إلا بأعمالك الصالحة، لا تسأله بأعمال غيرك، فإن أعمال غيرك له ولا تنفعك. الله سبحانه وتعالى قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وكل له عمله، ولا تتعلق على عمل غيرك أبدا، تعتمد النبوك من الصالحين أو قريبك أو عمك أو خالك من الصالحين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل مشغول بنفسه ولا أحد يلوي على أحد. فاستحضر هذا الموقف واستعد له بالعمل الصالح، ولا تتكل على صلاح فلان وصلاح فلان، تسأل الله بصلاح فلان ودين فلان، هذا ما هو بسبب. نعم، فإن هذا رد على الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويعكفون عند قبورهم ويقولون هؤلاء صالحون ولهم عند الله جاه وعند الله لهم عند الله منزلة، فنحن نسأل الله بصلاحهم وجاههم، هذا شيء باطل، لأنه لا علاقة لك بعمل غيرك، إنما علاقتك بعملك أنت فقط. ولماذا لا تدعو الله أنت؟ ولماذا لا تعمل أعمالا صالحة تلحقك بهؤلاء؟ لماذا؟ من اللي منعك من هذا؟ أنت اللي منعت نفسك، بدل ما تروح لما القبر وتفني وقتك وتشرك بالله. يا أخي شوف المساجد مفتوحة، بيوت الله، ادخل وصل واعتكف واقرأ القرآن واذكر الله، وهذا هو المجدي وهو النافع. بدل ما تروح القبر أو ضريح، روح لبيوت الله عز وجل، ادعو الله عز وجل، اعمر مساجد الله بالطاعة. نعم، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك. نعم، هذا أنت لا تستحق على الله شيئا بعمل فلان، إنما تستحق على الله بموجب وعد الله لك وهو لا يخلف وعده بعملك أنت. تقرب إلى الله، والله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف عملك أنت، الفرائض والنوافل اجتهد فيها، أما أنك تعلق على فلان وفلان وناس خلوا ومضوا، فهذا لا ينفعك أبدا. نعم، فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا الذي توسل به، هذا ليس سببا صالحا، أنك تعلق على عمل فلان وصلاح فلان. نعم، وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه، فهذا الشفاعة بإذن الله، أيضا ما يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، ودعاؤه ميت ما يقدر يدعو، انقطع عمله، فماذا تبي؟ وش تبي من الميت هذا؟ لا يقدر يدعو، ولو دعا لدعا لنفسه، ولا يقدر يقضي حاجتك لأنه ميت وهامد، فهو الذي بحاجة إليك أنك تدعو له وتستغفر له وتتصدق عنه، هو اللي بحاجة لأنه انقطع عمله،
أما أنك تدعوه وهو ميت وهامت وانقطع عمله فهذا من انتكاس العقول. حي قادر يمشي يروح يتعلق على ميت ميت هامد. نعم. وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له. نعم. وهذا إنما يكون في الحياة، شفع له يعني دعا له، لأن الشفاعة معناها الدعاء. فإذا كان دعا لك وهو حي فهذا قد يكون من الأسباب النافعة، دعوات الصالحين. أما بعد ما يموت فلا مجال لدعائه، لأنه منقطع عمله ولا يقدر على الدعاء. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرون على ذلك. أنت حي وقادر، تستطيع تستغفر، تستطيع تصلي وتصوم، تحج وتجاهد في سبيل الله، تعمل الأعمال الصالحة، وهو ميت انقطع عمله، كيف تتعلق به تطلب منه؟ نعم. وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب. ميت ما يقدر يدعو ولا يقدر يشفع، فكيف تعلق عليها الطلب وهو ميت في قبره، مرتهن في قبره، بحاجة إلى الحسنات، بحاجة إلى الأعمال الصالحة، فهو محتاج إليك. أما أنك أنت تقول أنا محتاج إليه، هذا ليس محلا للحاجة أو طلب الحاجة منه. نعم. وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له، هذا صحيح، هذا من عملك، محبتك للصالحين واتباعك لهم واقتدائك بهم، هذا ما هو بعملهم هم، هذا عملك أنت. فأنت تتوسل إلى الله بمحبتك لهم واتباعك لهم، هذا عملك أنت. نعم. وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي. نعم، هذا صحيح. إذا قال السبب هو محبتي له واتباعي للرسول صلى الله عليه وسلم وإيماني به، هذا صحيح. بس حقق هذا، أنت إذا حققت هذا هذا طيب، وهذا عملك الصالح، لك أن تتوسل به إلى الله جل وعلا. نعم. فهذا سبب شرعي، وهو سؤال لله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله. لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. هذا نأجله إلى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مدى صحة هذين البيتين من ناحية العقيدة؟ إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ صحيح، هذا صحيح، هذا اعتراف، اعتراف بفضل الله عليك، وأنك لو شكرت الله فالمنة لله في ذلك، هو الذي وفقك لهذا الشكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل اللهم إني أتوسل إليك بتقصيري في حقك، هل هذا صحيح؟ توسل إلى الله بضعفك وحاجتك، لا تقول بتقصيري، تقصير ما هو بطاعة، تقصير ليس طاعة تتوسل بها إلى الله، لكن قل اللهم اغفر لي تقصيري وخطأي، وفي الحديث اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وأزلي وجدي وكل ذلك عندي. فأنت لا تتوسل إلى الله بتقصيرك، ولكن تتوسل إلى الله بضعفك وحاجتك إليه سبحانه، واعترافك بأنك مقصر، اعترافك بأنك مقصر، اعترافك بأنك مقصر هذا عبادة وعمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء بهذا: اللهم إني أسألك بهذا المكان الشريف أو بهذه الساعة الشريفة أو بهذه الليلة الشريفة، هل هذا دعاء مباح؟ إذا كان المكان شريف، مثلا في المسجد الحرام، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في المسجد الأقصى، في عرفة، في منى، في مزدلفة، في منى، فهذا نعم، هذا تسأل الله في هذا المكان إن الله يتقبل منك وأن الله يغفر لك. والشيء الثاني وشو؟ نقول الساعة الشريفة. نعم، وهذا الوقت وقت الإجابة، السحر، في وقت السحر، في وأنت ساجد بين يدي الله. نعم، هذا عمل تتوسل به إلى الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أسأل الله بحبي للصالحين فيه؟ نعم، هذا كما سمعت من كلام الشيخ، هذا عمل صالح، محبتك للصالحين عمل صالح، تسأل الله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اكتبنا مع الشاهدين. توسلوا إلى الله بالإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا دعاء الحواريين، دعاء الحواريين، مراد بالرسول هو عيسى عليه السلام، توسلوا إلى الله باتباعه بعد الإيمان بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سؤال الله تعالى بحق أحد من عباده أو بجاه أحد، هل يدخل تحت قاعدة اتخاذ ما ليس بسبب سبباً يعد شركاً أصغر؟ نعم، وسيلة إلى الشرك. إذا سألت الله بحقه وبصلاحه قد يجرك هذا إلى سؤاله هو، كما يحصل عند الأضرحة والقبور، يستغيثون بالأموات ويستنجدون بالأموات، وليس لله ذكر بدعواتهم، وإنما كلها موجهة للأموات، والسبب هو التوسل بهم في الأول، ثم جر هذا إلى الشرك بهم. فالسؤال بهم بدعة، السؤال بهم بدعة، أما إذا سألهم صار شركا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول إن الظلم ممتنع في حق الله أي مستحيل في حقه هو قول الشيخ محمد رشيد رضا كما هو موضح في الحاشية؟ آمل من فضيلتكم التوضيح. مش الحاشية، هات الحاشية. الحاشية يا شيخ، الحاشية مبينة، أن تفسير المعنى بس. هات. يقول: لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع، فقيل هو الممتنع في الحاشية، أي المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى. ثم بين قوسين رشيد رضا رحمه الله. إيش يقول؟ تنازعوا في الظلم الذي لا يقع، فقيل هو الممتنع، علق عليه في الحاشية، أي المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى. نعم، ثم تعليق صحيح. محمد رشيد رضا رحمه الله طبع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفاته، له تعليقات جيدة، وإن كان يخطئ في بعضها، لكن توجهه من حيث الجملة توجه طيب وسلفي من حيث الجملة، لكن قد يقع منه بعض الأخطاء نتيجة للاستعجال في التعليق أو عدم الرجوع للمصادر، وما هنا أحد يصير معصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة. يقول: وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة، ولم يقل: وهذا اعتقاد أهل السنة، هل هناك فرق؟ لا، ما هناك فرق، ظاهر على مذهب أهل السنة، مذهبهم واعتقادهم سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الأشاعرة يعتبرون من المجبرة القائلين إن الله قد يأمر العباد بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم؟ لا، ما يعدون من المجبرة، لكن يعدون من الذين خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. والفضيلة الشيخ، المجبرة هم الجهمية، ومن قال بقولهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي عقيدة القدرية؟ عقيدة القدرية على قسمين: قسم ينفون القدر وهم المعتزلة ويغلون في أفعال العباد ويقولون أنهم يفعلونها باختيارهم وليس لله فيها تقدير ولا تدبير، فينفون القدر، يسمون القدرية النفاة. القسم الثاني القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد ليس له اختيار. المعتزلة يقول له اختيار مستقل، فيغلون في أفعال العباد في إثبات أفعال العباد. الجبرية على العكس يغلون في نفي أفعال العباد ويقولون العبد مجبر وليس له عمل، وإنما هو كالميت بين يدي الغاسل أو كالريشة تحركها الهواء ليس لها، فهم يغلون في إثبات القدر حتى يسلبوا العبد اختياره وفعله، فهم على طرفي نقيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجواب الصحيح على هذا السؤال الذي يكثر طرحه، وهو: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان مسير ومخير، كلا الأمرين مسير، من حيث أفعاله هو مسير، يفعل الشيء باختياره، يطيع الله باختياره ويعصي الله باختياره، يؤدي الواجبات باختياره ويتركها باختياره، فهو من جهة أفعاله مخير. أما من جهة أفعال الله فيه كإمراضه وإماتته وإضلاله وهدايته فهو مسير من قبل الله جل وعلا. نعم. فيجتمع فيها أنه مسير من حيث أفعال الله فيه ومخير من حيث أفعاله هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تقرر لدينا أن العمل سبب من أسباب دخول الجنة والسبب قد يتحقق أثره وقد لا يتحقق، فهل يدل ذلك أنه قد يعمل العبد الصالحات ويموت على التوحيد ولا يدخل الجنة؟ لا، هذا ظلم، والله منزه عن الظلم. ظلم لو حصل يكون ظلما، والله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فهذا ظلم ينزه الله عنه أنه أفنى حياته في طاعة الله وترك المحرمات ثم مات على ذلك ثم يدخل النار ولا يدخل الجنة، هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وفضله وإحسانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يمشي على مذهب اللي يقولون انه يمكن ان الله يعذب اهل الطاعة ويحرمهم من الجنة وينعم اهل الكفر ويدخلهم الجنة، وهذا ظلم ونزه الله نفسه عنه سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الهرولة هناك اختلاف في صفة الهرولة بين العلماء من اهل السنة، هناك من يثبتها كصفة ذاتية وهناك من يثبتها كصفة فعلية من باب المقابلة، وأنا أعكف يا فضيلة الشيخ على بحث هذه المسألة وقد حيرتني، فما هو قول فضيلتكم فيها؟ يفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، معناه أن الله يسارع في قضاء حاجته وإجابة دعائه، يسارع سبحانه وتعالى في ذلك ويسدده في أعماله وحركاته وسكناته، فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبصر وينظر إلا فيما أباح الله وفيه مصلحة له، يسدد في بصره ويسدد في سمعه ويسدد في مشيه، لا يذهب إلى المعاصي ومحلات الفجور وإنما يذهب إلى المساجد والعبادة، معنى أن الله يسدده. نعم. يقول فضيلة الشيخ فآخر الحديث يفسر أوله،
كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. يقول بعض أهل العلم: النظر هنا نظر العطف والرحمة، فهل هذا كلام حق أم هو تأويل؟ هو الله جل وعلا ينظر ويبصر جل وعلا ويرى الناس ويرى، ومن لازم ذلك أنه يعطف على أهل الخير وأهل الصلاح، فهو نظر رحمة، نظر رحمة. نعم. ولا ينظر إلى لا ينظر الله إلى المسبل، بمعنى أنه وإن نظر إليه وأبصره فإنه يعرض عنه ويصرف عنه الرحمة. نعم. يقول: وهل هناك فرق بين عدم النظر لهؤلاء وعدم النظر للكفار من الله سبحانه؟ كل على قدره، لا ينظر إلى الكافر، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولا ينظر أيضا إلى المسبل وإن كان مسلما لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فليس معناه أنه مثل الكافر، لا، معنى هذا وعيد، هذا من الوعيد والزجر عن الإسبال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك تحقيق أو طبعة ينصحنا بها فضيلتكم بخصوص كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ ما أدري هل حقق أو ما حقق، لكنه مطبوع بكثرة، مطبوع بكثرة، فهو متيسر ولله الحمد ومتوفر، إن وجدتم أنه قد حقق فبها ونعمت، وإلا فالأصل معروف، الأصل معروف ومتداول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من قال: اللهم إني أسألك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل في ذلك محذور؟ هذا طيب، اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين، طيب، هذا دعاء، دعاء تدعو الله عز وجل أن يشفعهم فيك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز أن أسأل الله سبحانه بإقلاعي عن الذنوب وتوبتي والصدقة والستر على خلقه، هل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز أنك تدعو الله بأن يوفقك للعمل الصالح ويصرفك عن العمل السيء، ولكن مع الدعاء تجنب المحرمات وافعل الطاعات، تدعو تعمل، الدعاء فقط وأنت مصر على ما أنت عليه من التقصير أو من المخالفات، تدعو وتعمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول الله سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ما موقع حقا من الإعراب؟ خبر إن كان حقا علينا نصر المؤمنين، اسمها كان حقا علينا نصر المؤمنين، خبرها مقدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذا سائل من فرنسا يقول: أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي ما يسمى بالشرك في الأسماء والصفات، هل هناك شرك بهذا الاسم وكيف يكون؟ الإلحاد في الأسماء والصفات، الله جل وعلا قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ومن الإلحاد في أسمائه نفيها عن الله جل وعلا مثل ما يفعل المعطلة، أو تأويلها بغير معناها كما يفعل المؤولة، فهذا من، أو تسمية المخلوقين بها كما قالوا إنهم سموا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان، خذوها من أسماء، هذا من الإلحاد، من الإلحاد فيها، الإلحاد يتنوع، جحدها ونفيها وتعطيلها، أو إثبات ألفاظها وتحريف معانيها عما تدل عليه، أو تسمية الأصنام بها كما يقال في اللات والعزى ومنات، أو إدخال شيء ليس منها معها،
أن يثبت لله أسماء أو صفات لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإلحاد فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال كرره سائله وطلب عرضه، يقول: ما واجب أهلي وإخوتي علي وواجبي عليهم، علما أن فيهم من كان سببا في توبتي، فأرجو من فضيلتكم توجيهي، لأنه قد حصل بيني وبينهم كثير من المشاكل. الواجب صلة أقاربك، صلة الأرحام، هذا واجب وفرض، فرض عليك صلة الأرحام، حتى لو قطعوا وأساءوا إليك أنت تسمح وتعفو عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. حقهم عليك الصلة والإحسان القولي والفعلي، ولو أخطأوا في حقك مشروع أن تعفو عن الناس والعافين عن الناس، فكيف بأقاربك وأرحامك؟ أولى بأن تعفو عنهم. أما إذا كنت ما تصل إلا من يصلك، هذه مكافأة ليست صلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حتى الوالد الكافر تتجنب كفره، ولكنك تبر به وتحسن إليه وتصله، حقه لا يسقط، حق الصلة لا يسقط عنك، لكن لا تتبعه على دينه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا قال قائل إن غير المخلص في عبادته قد يستفيد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله أسعد اسم تفضيل، فيكون المعنى أسعد الناس بالشفاعة المخلص، لكن غير المخلص قد يستفيد منها، كيف نجيب على ذلك وفقكم الله؟ خالصا من قلبك، إذا كان غير خالص هذا على قسمين: إما أن يكون شركا أصغر، وهذا لا يخرج عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مؤمن مسلم، أما إذا كان غير خالص يعني شرك أكبر فهذا ليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بناء مسجد في طرف المقبرة ولم يدفن في هذا الطرف أحد؟ لا يجوز بناء المساجد في داخل المقابر، لا يجوز بناء المساجد في داخل المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. قد يأتي من يظن إن هذا المسجد ما بني في المقبرة إلا لأجل تبرك بالأموات ولا طلب الحوائج منهم، فيكون هذا وسيلة إلى الشرك، إلى الشرك بالله عز وجل. المساجد تبعد عن القبور، يكون بينها فاصل، إما شارع وإما أرض فضاء، ولا تكون متصلة بالقبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.